أعزائي الطلبة والطالبات، صباح الخير. إحنا بالمحاضرة اللي فاتت حكينا عن مجلس الإدارة، وحكينا إنه مجلس الإدارة هو عبارة عن سلطة تنفيذية للشركة. هذه السلطة التنفيذية حكينا فيها كيف بتتشكل، كيفية تشكيل مجلس الإدارة، شروط اختيار عضو مجلس الإدارة. لازم يكون مجموعة عنده يملك مجموعة من الأسهم، ويستطيع عن طريق المساهمين الآخرين أنه يكمل هذه الأسهم، وهذه الأسهم طالما أنه هو عضو في مجلس الإدارة تبقى ضمان له، لا يجوز أنه يتصرف فيها إلا بعد 6 أشهر من انتهاء عضويته. وبعد هيك تطرقنا لموضوع الشروط الواجب توفرها في عضوية مجلس الإدارة. إيش الشروط اللي لازم تكون متوفرة في عضوية عضو مجلس الإدارة؟ بعد هيك تطرقنا كيف بيتم انتخاب مجلس الإدارة وإيش اختصاصاته وسلطاته، ومن ثم تطرقنا إلى اجتماعات مجلس الإدارة، وحكينا إنه مجلس الإدارة لما بده يجتمع اجتماعاته لا تقل عن 6 اجتماعات في السنة بمعدل شهرين في كل جلسة، بمعدل جلسة كل شهرين. وتطرقنا إلى المكافآت، لأنه هو لا يتقاضى راتب ولا يتقاضى أجر، وإنما مجلس الإدارة رئيس والأعضاء بتقاضوا مكافأة. طيب هذه المكافأة يعني بحدود 10% إذا كانت هذه الشركة بتربح، ولكن إذا كانت الشركة بتخسر فبتكون حسب الجلسة. يعني ال6 جلسات بعشرين دينار، يعني لا يتجاوز اللي هو المكافأة، لازم تكون بما لا يزيد عن 600 دينار أردني في السنة. أما البدلات والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة طبعا بتتحدد بموجب نظام خاص. طيب كمان حكينا عن مسؤولية مجلس الإدارة. مسؤولية مجلس الإدارة قد تكون مسؤولية مدنية، وقد تكون مسؤولية جنائية، وقد تكون الاثنين معا. وتطرقنا مدام وتطرقنا على موضوع كيفية عزل أعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة واستقالتهم وحل المجلس. طبعا بالعزل اللي يملك سلطة العزل اللي هو الجمعية العامة. الجمعية العامة اللي هي بتعزل. أما الاستقالة فيجوز لرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أن يقدم استقالتهم، ولكن بشرط أنها تكون هذه الاستقالة خطية، وبالتالي لا يجوز الرجوع عنها. أما حل مجلس الإدارة فهذا بيكون من اختصاص وزير الاقتصاد الوطني بصفته هو المسؤول عن الشركات. الآن هنتطرق لموضوع الجمعية العامة. الجمعية العامة طبعا احنا شركة المساهمة او شركات الاموال عندها 3 جمعيات عامة. في عندنا جمعية عامة تأسيسية، وهذه تجتمع مرة واحدة في عمر الشركة، لانه اول مرة بعد ما ينهوا المؤسسين الاكتتاب بالاسهم، وبيجتمعوا المؤسسين عشان ينتخبوا مجلس الادارة الاول. في عندنا جمعية اثنين، في عندنا جمعية عامة. الجمعية العامة هذه اللي بتجتمع مرة في السنة، بعد ذلك في حال حياة الشركة بتضلها كل سنة إنها تجتمع، هذه بسموها الجمعية العامة العادية. وفي عندنا جمعية عامة غير عادية. طبعا الجمعية العامة غير العادية هذه مهمة وإلها علاقة بملاك الأسهم. بملاك الأسهم، وهنبدأ الآن بموضوع الجمعية العامة. كيف تنعقد الجمعية العامة؟
كيف تنعقد الجمعية؟ تعقد الجمعية العامة للشركة اجتماعا عاديا في فلسطين مرة واحدة في السنة، وبالتالي في فلسطين، وبالتالي لا يجوز انعقاد الجمعية العامة خارج حدود فلسطين، كمان لا يجوز انعقادها أكثر من مرة في السنة. واللي بوجه الدعوة لاجتماع الجمعية العامة اللي هو مجلس إدارة الشركة، اللي بحدد التاريخ والمكان اللي بيعينها نظام الشركة. وبطبيعة الحال هذا الاجتماع تاع الجمعية العامة بيكون في 6 أشهر التالية على انتهاء السنة المالية، عشان يطلع المساهمين على الوضع المالي للشركة. طيب، في حال مجلس الإدارة ما دعاش الجمعية العامة للإنعقاد وانقضى 30 يوم على تاريخ هذا الإنعقاد، ولم يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة، في هذه الحالة أوجب القانون على مراقب عام الشركات، بعد موافقة الوزير أنه يدعي لاجتماع الجمعية العامة، وبطبيعة الحال مصاريف هذه الدعوة وتكلفة هذا الاجتماع بكون على نفقة الجمعية. عشان يتم دعوة الجمعية العامة، أول شيء يجب اختار الدعوة مرتين في صحيفتين محليتين، أحدهم على الأقل بدها تكون باللغة العربية، وبتم النشر في المرة الثانية بعد 5 أيام من نشر الدعوة الأولى. بعدين يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة، طبعا بالشركة معروفة عناوين المساهمين كلهم، عشان هيك بيبعثوا إما بطريق البريد العادي أو بأي طريقة حديثة، عن طريق الفاكس، عن طريق الإيميل، هذا لازم يتم إبلاغه. بالنسبة للشركات المغلقة تحديدا، يعني عفى القانون هذه الشركات المغلقة ذات الاكتتاب المغلق من نشر اختار دعوة اجتماع الجمعية العامة في الصحف المحلية، لأنهم أصلا هذا اكتتاب مغلق معروفين، وبالتالي ما فيش داعي أنه يتم نشر بالجمعية بالصحف المحلية. وهذا فرق، أحد الفروق ما بين الشركة ذات الاكتتاب المغلق والشركة ذات الاكتتاب المفتوح. ذات الاكتتاب العام أو المفتوح يجب نشر اختار الجمعية العامة، دعوة الجمعية العامة بصحف محلية في جريدتين محليتين، واحدة على الأقل باللغة العربية. أما بالشركة ذات الاكتتاب المغلق فلا داعي لذلك. وهذا يعني أنه يمكن الاستغناء على نشر الدعوة في صحيفتين محليتين. كمان الاخطار الاول اللي حكينا عنه بالنشر في الجرائد الرسمية لازم يكون قبل 15 يوم على الاقل من انعقاد الجمعية. وفي هذه الحالة كمان ايضا يجب على مجلس الادارة، ادارة الشركة، اختار الادارة العامة لسوق الاوراق المالية والمراقب ومدقق الحسابات والممثل القانوني لجماعة حملة السندات بالدعوة. حملة السندات بالدعوة اللي هم دائني الشركة. لما نسمع في كلمة سندات، حملة سندات يعني دائني الشركة. طبعا يضاف إلى دعوة المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة، كمان مجلس الإدارة عليه أن يوجه الدعوة لكل من مراقب عام الشركات ومدقق الحسابات قبل 15 يوم على الأقل من انعقاد الجمعية
العام. وعلى مدقق الحسابات أيضا الحضور أو إرسال مندوب عنه، وفي حال تغيبه أو تغيب مندوبه ولم يحضر الجلسات فإنه في هذه الحالة بتحمل المسؤولية القانونية عن عدم الحضور. بطبيعة الحال إنه جدول الأعمال دائما بده يرفق مع الدعوة، جدول الأعمال وجميع البيانات والمرفقات يجب إرسالها مع الدعوة. ويعد اجتماع أي اجتماع بتعقده الجمعية العامة صحيحا حتى ولو يحضره المراقب أو من يفوضه، مراقب عام الشركات. طيب، النصاب القانوني للإناقات. يعد الاجتماع الذي تعقده الجمعية العامة قانونا إذا حضره مساهمين يملكون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها. يعني عشان يعتبر هذا الاجتماع صحيح لازم يكون نص المساهمين اللي بيملكوا نص الأسهم حاضرين. طب في حال عدم توافر هذا النصاب في الاجتماع الأول، أوجب القانون على المجلس دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثاني بينعقد خلال 10 أيام من تاريخ الاجتماع الأول اللي ما اكتملش فيه النصاب. برضه بده يعلن من جديد بنشر في صحفيتين يوميتين في موعد الاجتماع قبل 3 أيام على الأقل. في الاجتماع الثاني يعتبر صحيحا أيا كان عدد الأسهم قد ما بما حضر، يعني يعد الاجتماع الثاني صحيحا بما حضر من مالكي الأسهم في الشركة. وبتصدر قرارات الجمعية العامة عادة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقرر للأسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يشترط نظام الشركة نسبة أعلى على من ذلك، يعني بالنص زائد واحد، 50 زائد 1. يعني هذه قرارات الجمعية العامة إنها بتصدر ب50 زائد 1 من أصوات الحاضرين ما لم يشترط نظام الشركة نسبة أعلى من ذلك. طبعا بيكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة اللي بيعينها نظام الشركة. وعادة بيكون التصويت بالاقتراع العلني، ولكن في بعض الحالات بيكون بطريق الاقتراع السري. ومتى يكون التصويت بطريقة الاقتراع السري؟ إذا كان القرار متعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم، أي واحد، أو بقامة دعوى المسؤولية عليهم، 2، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة بناء على 10% من المساهمين الذين، يعني 10% من الذين يملكون أسهم، 10% من أسهم المالكين للشركة. طيب، ما هي اختصاصات الجمعية؟ الجمعية العامة زي ما احنا بنعرف انه هي عبارة عن السلطة التشريعية للشركة، وبالتالي الجمعية العامة تختص بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ما عدا ما يحتفظ به القانون للجمعية العامة غير العادية اللي بعد هيك حنحكي فيها، ومن ثم مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة بما يلي. أول شيء بناقش وقائع الاجتماع السابق الذي عقدته الجمعية العامة العادية. بعدين بناقش تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة. 3، بناقش تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية وأحوالها وأوضاعها المالية.
أربعة، بناقش الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها بما في ذلك الاحتياطات والمخصصات اللي بنص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها. خمسة، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والنظر في عزلهم عند الاقتضاء. كمان هو اللي بينظر، الجمعية العامة هي اللي بتنظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية، أو بتقرر رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأصول. كمان هي اللي بتقرر في موضوع الرهن أو إعادة الكفالات إذا اقتضى نظام الشركة ذلك، وأي موضوع آخر ممكن أنه يدرج على جدول أعمال الشركة من قبل مجلس الإدارة، أو أي أمور أخرى تقترح الجمعية العامة إدراجها في أعمالها، على أن يقترن ذلك بموافقة عدد من المساهمين ما لا يقل عن 10% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. هذا موضوع الجمعية العامة العادية. طيب، الجمعية العامة غير العادية. الجمعية العامة غير العادية. متى تدعى الجمعية العامة غير العادية؟ من المخولون بدعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد؟ أول شيء، الجمعية العامة غير العادية طبعا لها اختصاصات تختلف عن الجمعية العامة العادية، ولكن من المخول بالدعوة لهذه الجمعية لاجتماع الجمعية؟ طبعا بده يكون بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على دعوة، أو بناء على طلب خطي يقدم للمجلس من المساهمين يملكون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة المكتتب فيها. هاي اثنين. عفوا. ثلاثة، من مدققي الحسابات بناء على طلب خطي. أربعة، من المراقب العام إذا طلب منه 15% من المساهمين اللي يملكوا 15% من أسهم الشركة. يعني رقم أربعة، يجوز للمراقب العام أن يطلب انعقاد للجمعية العامة غير العادية إذا تقدم مساهمين يملكون 15% من أسهم الشركة المكتتب فيها. هذول المخولين بدعوة الجمعية العامة غير العادية. طبعا إذا دعيت الجمعية العامة غير العادية، مجلس الإدارة هو اللي بيقوم بالدعوة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب، والاجتماع دائما بيكون في فلسطين. طيب، في حال تخلف مجلس الإدارة عن القيام بالدعوة للجمعية العامة غير العادية، أو رفض الاستجابة للطلب، في هذه الحالة أيضا المراقب بعد موافقة الوزير هو اللي بيدعو للجمعية العامة غير العادية للاجتماع على نفقة الشركة، ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لجلسة غير عادية. يعني مجلس الإدارة متى يدعو لجمعية عامة غير عادية؟ إذا بلغت خسائر الشركة أكثر من نصف رأس المال المكتتب به، أكثر من نصف رأس المال، يعني أكثر من 50% من رأس مالها، يعني الشركة بتضلها تخسر إلى أن يصل إلى 50% من رأس مالها. في هذه الحالة أوجب القانون على مجلس الإدارة أنه يطلب اجتماع للجمعية العامة غير العادية عشان يأخذوا قرار إما بحل الشركة أو استمرارها. النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة قانونا إذا حضرهم مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم رأس مال الشركة المكتتب فيها. بيكون
الاجتماع صحيح إذا حضره مساهمين يملكون من الأسهم في رأس مال الشركة ما يعادل أكثر من 50%. طيب، في حال لم يتوافر النصاب، في هذه الحالة يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال 15 يوم من تاريخ الاجتماع الأول. طيب، مجلس الإدارة بده يعلن على الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل قبل موعد الاجتماع ب3 أيام على الأقل. ويعد الاجتماع الثاني قانونا إذا حضره مساهمين يمثلون 40% من أسهم رأس مال الشركة المكتتب بها على الأقل. وإذا في الاجتماع الثاني لم يتوافر 40% من أسهم رأس مال الشركة المكتتب بها، في هذه الحالة يلغى الاجتماع مهما كانت الأسباب. يعني بصير عندنا اجتماعين، الاجتماع الأول 50% ما كملش النصاب، ندعو لاجتماع ثاني 40%، ما أجاش ال 40%، في هذه الحالة يلغى الاجتماع مهما كانت الأسباب. يجب أن لا يقل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب فيها في حالتين وحيدتين، اللي هي حالة التصفية أو الاندماج بغيرها من الشركات. يعني النصاب القانوني عادة لازم يكون 50 زائد 1، ولكن في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يجب أن لا يكون أن يكون النصاب أن لا يقل النصاب القانوني عن ثلثين المساهمين في رأس مال الشركة. يعني لازم يكون ثلثين مساهمين اللي بيملكوا أسهم في رأس مال الشركة لا يقل عن ثلثين في حالتين فقط. الحالة الأولانية حالة تصفية الشركة، أنهم بدهم قرروا يصفوا الشركة، أو حالة الاندماج بغيرها من الشركات، إنها هذه الشركة بدها تندمج بشركة أخرى سواء بطريق الضم أو بطريق المزج، سواء بطريق الضم أو بطريق المزج.